شو بعدين هنا مش أفهمي شوي. يلا هين بس. عموش شوي. طلعت الشباب بدنا جثمان شهيد يعني لحظات ما يصل إلى منزل كانت منطقة الرياض. لإقامة نظرة الوداع لكل الأهلي ثم إلى مقر الشهيد حسين أبي لمنظمة المجتمع. تفضل سريع. لازم أصير أفاق شو أنا يعني؟ هنا إحنا. صفية ما بلشت كل صفية يا Yeah.
اللي ودع الله يسهل يتكبر يلا يا حبيبي عمود بتاعت لك يلا شو بدي ودع بدي افتح لهم طريق للنسوان يلا ودع يا حبيبي ودع يا حبيبي يلا يا وسام ودع ودع يا حبيبي Thank you.
اطلع من بين الهاب. ايوه خلاص. لا لا لا, لا براحته براحته خلاص. بس انت روز فيها. خلاص. خلي براحته. شوي لحالك؟ لا شوي بس. انا وانت. انا وانت. خلونا دقيقة بس. يلا يا جماعة. اللي سمع يا جماعة. تفضل يا جماعة. يلا يا جماعة. اللي سمع دقيقة واحدة يا شباب. بس دقيقة واحدة. جميع. يلا يابا اطلع حبيبي. سلام يلا سلام يا جماعه بس رجاء يلا صحابه لو سمحت يا يلا اعطونا دقيقه بس انا اللي توصلت الحمد لله مش فاهم عليك شوفني بس احكي لك عم امجد والله ما نشوف يا جماعه مشان الله يا جماعه اكثر واحد صبوري الحين اهدى شوي عصمش على الناس حبايبي الله يحميكم الله يخلينا ياكل على ابو اعطونا مجال نشوف ابن ابو جلال معلش لو سمحتوا اعطونا مجال حبايبي الله يحميكم شكرا لكم على كل شيء بس لو سمحتوا يلا بدنا نشوف طيب شوي خلاص هشام دوك يطلع
فاتوا الطريق لو سمحت يا